له مبرر ان هو ما يمشيش الهجمه؟ غريب يا كابتن، خاصه ان هو اصلا يعني حتى تعبيرات وشه هنا لا كابتن اطلق صبر ثم اعطى الادفانتج الافضليه ثم عاد يصفر. هو كمل لعب. انا اعتقد هو يمكن كان يعتقد ان جريليش بطيء. لا لا ما لها تفسير. او احنا ما نسمعش الصوت بتاع الصفاره. هل صوت الصفاره طلع بتاع الحكم؟ لا هو اللاعبين، لان هو لو صفر ما كمل ايده بالادفانتج. مش لاقي مبرر الصراحه. هل صوت الصفاره بتاعته في الاول خالص يا محمد اول ما هلن وقع صفر؟ لا سوى كده يا حمد. ما هو احيانا الصفاره بتبقى بوق فخلاص فطلع اربك اللاعبين فطلعت فهو ايه مع اشاره الجسم استمر انا صفرت فوقف. انت تقصد هني؟ ايوه تقصد هني الاول هنا. ايه هني ما صفر. هنا بص ايديه يا دكتور، ايديه راحت على بقه. خلي كمل صح. لو في صفاره كانوا قفوا اللاعبين صفاره صغيره. بص احيانا الصفاره ما احنا ما انت لعيبه كوره وعارفين الحكم لما يبقى في حاجه خفيفه كده يقول لك ايه صفاره. بس الكل اكمل اللعب ولا لعب يعني توقف. ايوه حتى هو كمان اشاره ايديه يا محمد. كمل فرجع تاني وقال لك ايه ما انا صفرت. ما هو ده التفسير الوحيد، غير كده تأليف. انت ليه وقفت الهجمه؟ ليه وقفت الانفراد؟ في تفسير ثاني هو تعبان في نهايه المباراه وما عنده القدره يجري ولا اروح مع القرار الثاني تأليف. لان ما لحظه الحكم اللي تأليف ولا بوتريكا تأليف؟ لا الحكم، انا احس الاثنين تأليف. لا الحكم تأليف. انا قلت لك انا عاوز افهم قراره. التفسير يا كابتن محمد اللي الصفاره الصغيره صراحه ما في تفسير. وبعتعدي قال لك لا ما انا افتكرت اني صفرت فوقف غير كده. بس هو دمر السيتي بالقرار. هو جريليش جت الكره منفرد، يعني ريال منفرد جاب الحاله المثيره للجدل في الدقائق الاخيره اللي نجد ربما ردا وتفسيرا على فرضيه كابتن محمد ابو تريكه بالاستماع لما حدث بدون تعليق. ونتابع كابتن محمد بالصوت الطبيعي من ملعب المباراة. تؤكد عدم اطلاق الحكم اصلا لصافر وانه صفر مرة واحدة بتوقيت متأخر حارم من جريليش من تقريبا هدف محقق. الصفارة الثانية بتاعته واضحة. الصفارة اللي انا قلت لك عليها الصغيرة اللي انا قلت لك عليها الخفيفة ما يحسهاش الا اللي حواليه، اللعيبة اللي حواليه مع صوت الجمهور مش هتظهر. شوف الصفارة الثانية واضحة. الصفارة اللي احنا بنقول عليه نص صفارة كده، احيانا الحكم بيبقى الصفارة في بقه محمد غصب عنه بيصفر. صفارة خفيفة فبيجي زي ما قلت لك اللي يسمعها حواليه مع قرار انه يستمر اللعب ويفتكر نفسه انه صفر فيقول لك لا خلاص. غير كده انا عاوز نخش في الامور. تكلم الدكتور طارق على الامور الفنية الخاصة بتوتنهام. اجي على اول تغيير اللي عمله توتنهام التغيير ده اللي ظبط الفريق، غير الفريق صحيح. ادى الاول توازن في وسط الملعب، خلى ثلاثه لاعبين موجودين دايما في وسط الملعب، هوكبرج بسوما لسيلسو، الثلاثه متوازنين. ادى حريه لسيلسو في وسط الملعب، ده اللي ظبط المباراه. اداله سيطره واستحواذ اكتر وخاصه في بدايات الشوط الثاني، رغم ان بوستي كوغلو يبدو غير مقتنع في هويبرج ودائما هو خيار الثالث والرابع. الاصابات والغيابات هي اللي خليته يبقى متواجد. بس خلاص الان انصف اللاعب في كل مره يدخل يعطي اضافه للفريق، يجب ان يكون اساسيا في المباراه المقبله. فيجي ده يظبط كل حاجه في الفرقه. الضغط اللي شرح الدكتور طارق بقى احسن، بقى في توازن اقوى في وسط الملعب. وغير كده يا كابتن محمد العكس في السيتي. دوكو خرج مصابا لكن فودن كان يقدم اضافه على جانب الهجوم. بس عاوز اكمل الحته بتاع هوكبرج، لان هو ده توازن في وسط الملعب وغير في مراكز بعض اللاعبين. غير في ودا جونسون ناحيه الشمال وجاب كولوزوفسكي يمين ناحيه اليمين. مين اللي جاب الجول الثالث؟ مين اللي عمل الجول الثالث؟ كولوزوفسكي. اللي جابه اللي صنعه جونسون صح، واللي سجله مين؟ كولوزوفسكي. فالتغيير ده ظبط كل حاجه، ظبط الضغط اللي احنا متواجدين عليه اللي شرح الدكتور طارق، ظبط الخطوط تبقى مترابطه مع بعض ويبقى فيه راجل صاحب قوه موجوده في الالتحامات الموجوده الثنائيات والحاجات اللي ما بتبقى موجوده اللي كان مفتقدينها في اول 45 دقيقه. فخلى الفريق متوازن وخلى حريه لبعض اللاعبين اللي موجودين صاحب الادوار الهجوميه اكتر زي لسيلسو.
السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. قمه الدوري الانجليزي يوم ممتع بكل ما تحمل كلمه من معنى. ليفربول وفولهام 4-3، مانشستر سيتي وتوتنهام 3-3. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انت بتتكلم في مهرجان اهداف، ادي 6 اهداف وادي 7 اهداف، تتفرج على مباراتين تتفرج على 13 هدف. النهارده جنون محمد ابو تريكه وانفعال محمد ابو تريكه على حكم مباراه مانشستر سيتي وتوتنهام، منع جاكر نيتش من انفراد تماما وقال لك انا صفرت ولا ما صفرتش. يعني انت ده يعني حتى كابتن محمد ابو تريكه عايز ليه العذر ده؟ ساعات الصفارة بتبقى بوق الحكم، طب مرة صفر طب مرة ما صفرش. لكن احنا مستفادين واحنا قاعدين على قهوة الخواجة. الدوري الانجليزي رائع، الدوري الانجليزي ممتع، الدوري الانجليزي قمة. انت بتتكلم في الاول ارسنال 32 نقطة او 32 نقطة، ليفربول 31 نقطة، مانشستر سيتي يعني عارف توتنهام نيوكاسل مانشستر يونايتد، حاجة قمة. ماتش يخليك أول وانت رابع، يعني تسلسل لعب كراسي موسيقية ومتعة بكل ما تحمل كلمة من معنى. واسمع رأيك في الكومنتات، ورب الحلقة تكون عجبتكم. حبيبي يا خواتم.